بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساكم هذا بكل خير. نحييكم ونجدد لكم التحية من خلال هذا الميدان، ميدان الشعب، ميدان اللبسة ضمن هذا المهرجان، ألا وهو مهرجان أم القيوين 12 لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ضمن توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وهنا في أم القيوين تأتي التوجيهات السامية لسيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين، وأيضا بدعم واهتمام ومتابعة حثيثة من سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد إمارة أم القيوين. أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، متابعينا عبر دبي ريسنج أيضا، ومستمعينا عبر إذاعة أم القيوين، هنا المتابعة، الحدث الجميل هنا في هذا الميدان. نرحب بكل المشاهدين وكل الحاضرين وكل من تعنى هنا للمشاركة في هذا الميدان. انطلق قبل لحظات شوطنا الأول هنا الذي خصص للقاية الابكار لأصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط هنا أيضا سيارة مقدمة من سعادة سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي. نعود إلى المقدمة ونسير إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة، أرى اللي في المركز الأول هني، نشوف اللي في المقدمة، هذه اللي في المركز الأول، هنا الهدة من هدة منذ البداية بهذا الشعار الجميل، شعار سيدي سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل هيان مع الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في المركز الأول. ننطلق مباشرة إلى المركز الثاني، وأرى الضبية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، خذت المركز الثاني. النقلة التالية على المركز الثالث، المركز الثالث هنا اللي دخلت مكرمة جميلة أيضا لرجل التراث المتميز سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل هيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز الرابع اللي دخلت في هذه اللحظات من الجانب الآخر، هناك اللي هي هملولة ولا هذه اللي هي مزنة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل هيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، خذت المركز الرابع. 3 مشارك هذا الشعار، شعار متميز يبغي يوجه السلام إلى مدينة التراث، إلى أيضا قصر ناهل، إلى رجل التراث المتميز سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل هيان. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، وأرى هنا اليذابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سالم بن حمد بن هيان العامري. المركز السادس أصبح من نصيب شرف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، هذه النتيجة الجميلة لستة المراكز، وهنا شعارات أصحاب السمو الشيوخ تزين ميدان الشعب، تزين هذه الأشواط، تزين هذا الميدان الجميل الذين تعنوا للمشاركة محبة لهم بهذا التراث الذي أوصى به المغفور له بإذن الله تعالى مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.
ثمره واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. وهنا يعتني بهذه الرياضة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وشفاه من كل مرض وكل عوب يا رب العالمين. نعود إلى المقدمة، نعود إلى مكرمة 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 مع هذا الشعار التراثي الجميل المميز بنجمة للحمراء اللماعية المتميزة هنا التي تشارك في كل حدب وصوب وتأتي بالرموز وتأتي بالنواميس وتأتي بالزعفران إلى أهالي سويحان. هذه مكرمة في المركز الأول لسيدي الملكية لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل الهيان، ونعم الداعم الرئيسي لهذا الشعار بوهزاع. شكرا داعم للتراث في كل المجالات، وأيضا الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي أحد شبابنا المضمرين اللي نعتز بهم دائما يقود هذه الشعار يقود هذه الشعارات. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وهنا التدخل في هذه اللحظات من ضيفتنا العزيزة الضبية 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 ضيفة عزيزة من قطر من دولة قطر، هذه تحتل المركز الثاني. الضبية تعود ملكيتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، ولكن ينخطف 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 من قبل الجذابة 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 تحاول تحاول محاولة أيضا الجذابة في المركز الثاني، المحاولة الأخيرة أيضا للجذابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن حمد بن نهيان، ولكن تتقدم تتقدم الهدة تتقدم الهدة الهدة تتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، واللي وصلت في هذه اللحظات اللي هي شرف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي هو المضمر. ولكن نعود نعود والعود أحمد بعدما غادرنا هذا المعلم هذا المعلم الجميل معلم عرقوب بن علوه أيضا نقى بن علوه، ولكن نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول نعود إلى المقدمة. وهناك هناك اليذابة 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 يذبت اليذابة اليذابة غيرت النتيجة، اليذابة خذت المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، خذت المركز الأول سيطرت على كل حاجة سيطرت على الناموس اليذابة مع سالم بن حمد بن هيان العامري. سلام يا الهير سلام 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 لك يا بن حمد يا سالم يا بن حمد يا بن هيان العامري. المركز الثاني وصلت في شرف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث الهدى لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد. المركز الرابع ايضا لسمو الشيخ مكرمه لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان. المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، والمركز السادس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، هكذا كانت النتيجة للستة المراكز الأولى في الشوط الأول الرئيسي للقاية الإبكار المحليات الأصايل، وأيضا شهدنا تنافس قوي وتبادل سريع على مقدمة الشوط، وكان المركز الأول المركز الأول كان من نصيب اليذابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسالم بن حمد بن هيان العامري، حيث أنها قطعت المسافة في 7:36 وثلاثة من الأجزاء. تهانينا والناموس والسلامات ذهبت إلى منطقة الهير أيضا المنطقة الجميلة الخضراء. أيضا ننتقل إلى المركز الثاني، واللي وصلت في المركز الثاني اللي هي شرف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حيث انها قطعت المسافه في زمنه وقدره 7:36 خمسه من الاجزاء. تهانينا ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لمضمرها سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي المحنك ايضا على هذا التضمير، واللي خذت المركز الثالث اللي خذت المركز الثالث هنا الهده الهدة خذت المركز الثالث لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد بن سلطان آل الهيان، وقطعت المسافة في 7:39
وخمسة من الأجزاء. تهانينا لسموه وتهانينا للجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وتهانينا لجميع أصحاب السمو الشيوخ على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز الكبير هنا في هذا الميدان والمحافظة.